أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: زوجي لا يصلي وأنا أصلي ولله الحمد، وقد نصحت له كثيرا وقلت له اتق الله وصلي، وقال لي سأصلي إن شاء الله، وهو ما زال لا يصلي، وهل أترك هذا الرجل كليا أم لا، علما أني أعيش في دولة غير مسلمة؟ لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى في عصمة رجل لا يصلي، لأن من ترك الصلاة فهو كافر خارج من الدين. الله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مسلمات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. قال سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. ألا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى مع زوج كافر، بل عليها أن تفارقه إلا إذا تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة. نعم.